مجموعات خبراء التقنية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بالجميع. أقدم لكم في هذا الشرح برنامج جديد لنقل الملفات من وإلى الآيفون باستخدام رمز الاي بي. طبعا البرنامج هذا يتميز بخصائص يعني يتفرد بها عن باقي البرامج، عن الكثير من البرامج المتخصصة بنقل الملفات. أول خاصية يعني هي طبعا جميلة جدا، هي أن البرنامج ما يتطلب تثبيته على الملف على الجهاز المستقبل. يعني إذا بغيت تنقل الملفات إلى الكمبيوتر مثلا، أنت ما محتاج إلى تثبيت البرنامج على الكمبيوتر. والشيء الثاني أنه هو يتيح لك نقل الملفات مباشرة من التطبيقات. يعني كيف؟ نروح مثلا إذا بغينا ننقل ملف من الواتساب إلى الكمبيوتر مثلا، فلما نعمل مشاركة ونضغط على البرنامج، طبعا أغلب البرامج تحفظ الملفات أولا في البرنامج، بعدين تروح تنسخ الملفات هذه إلى الكمبيوتر. لا، الموضوع مختلف في برنامجنا اللي بنتكلم عنه اليوم، هو ينقل الملفات من البرنامج مثلا من الواتساب مباشرة إلى الكمبيوتر. فهذا يختصرنا الوقت ويختصرنا المساحة، فما هو ما في داعي تخزن الملف مرتين مثلا، مباشرة ينتقل إلى الجهاز الثاني. خلونا نروح إلى البرنامج. اسم البرنامج ويفو برو، وهو حاليا مجاني لفترة. دعونا ننتقل إلى برنامج ونشوف. مبدلة ويفو برو نشط. طبعا أول ما نفتح البرنامج بيطلب منا الصلاحيات المعروفة. واحد. كذلك أول ما نفتح البرنامج بتجينا كده عدة تلميحات. Page. لو تحركنا بينهم ما بيتحرك. فالحل هو أن نغلق الفويس أوفر. إيقاف الفويس أوفر. ونسحب بأصبع واحدة من اليمين إلى اليسار 3 مرات. 1 2 3. بعدين نشغل البرنامج. تشغيل فويس أوفر. ويفو برو. يتعذر النطق. طبعا هذه الطريقة بس المرة الأولى من تشغيلك للبرنامج. نسحب الحين سحبة واحدة. Start. 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 Touch ICN. يفتح لنا البرنامج. طبعا البرنامج هذا يعتمد بنقل الملفات على شبكة الواي فاي، ولذلك يجب عليك أن تكون متصل بنفس شبكة الواي فاي على الجهازين، على الآيفون مثلا وعلى الأندرويد أو الكمبيوتر. ويعطيك هو رمز الاي بي وتكتبه على المتصفح وتستقبل وتنسخ الملفات. خلونا نشوف السيتنج مال البرنامج وايش بامكاننا نعدل فيه. سيتنجز اي سي ان. نروح على السيتنج. طبعا انا ما بشرح الا المهم من البرنامج وبترك الباقي يعني خلوه كذا. طبعا هو كل شيء فيه مهم، بس في بعض الايقونات يعني ما في داعي نتطرق لها، وهي يعني لها اهميه لكن ما في داعي نتطرق لها. مثل التبويبه الثانيه هي عباره عن معلومات فقط، معلومات عن كيفيه استخدام البرنامج. نسحب. Launch app faster. Launch app faster. Launch app faster. Launch app faster. زر التبديل متوقف. هذه يقول لك launch app faster، هل تريد ان البرنامج يفتح بشكل سريع؟ هو محطوط ايقاف،
وأنا طبعا ما لاحظت أنه هو يشتغل بطيء، لا بالعكس هو سريع في الفتح. والثاني send out high quality images. Send out high quality images. زر التبديل متوقف. وهذا نفس الشيء يقول لك send high quality images. هل تريد الصور اللي بتروح إلى اللي بترسلها من الجهاز من الآيفون إلى جهاز ثاني أنها تروح بجودتها العالية أو يتم خفض الجودة عشان السرعة؟ هو محطوط إيقاف، فلو نحطه تشغيل راح يتم إرسال الصور بجودتها العالية، لكن هو الحين محطوط إيقاف بيرسل الصور بالجودة العادية، وبإمكانكم تعدلوها إن شئتم. Auto save to camera roll. Auto save to camera roll. Auto save to camera roll. زر التبديل متوقف. ومحطوط إيقاف. طبعا هذه الخاصية معناتها أنك لما ترسل لما تستقبل صورة مثلا من الصورة أو فيديو من الكمبيوتر مثلا يتم حفظ الصورة هذه مباشرة إلى ألبوم الكاميرا وهي محطوطة إيقاف، وإن شئت تحطها تشغيل ويتم الحفظ تلقائيا. هذا كل ما في السيتنج. نروح إلى طبعا أول شيء بعد السيتنج هذا أول شيء يعطينا المعلومات عن كيفية نقل الملفات، والثاني هذا الـ IP اللي بنستخدمه لنقل الملفات إلى من الكمبيوتر مثلا إلى الآيفون، ومعطينا رمزين رمزين بإمكاننا نستخدم أي واحد منهن اللي نبغاه. يتعذر النطق صفر بايباس، وبعدين هنا يعطينا صفر بايت يعني ما عندنا ملفات. سيرش حقل البحث، السيرش بامكاننا البحث. تم الاختيار علامه التبويب، وهذه الايقونه اللي نحن فيها حاليا، طبعا الايقونات غير مسماه، هذه الايقونه اللي نحن فيها علامه التبويب. الايقونه الثانيه هذه ل معلومات حول كيفيه نقل الملفات من الايفون الى الكمبيوتر. ريموف زر، وهنا حذف الكل. تاتس اي سي ان. الحين بننقل ملف من الكمبيوتر إلى الآيفون. أول شيء HTTP 192 نقطة 168 نقطة 1 نقطة 38. طبعا ما شرط من الكمبيوتر، يعني من أي ملف من أي جهاز ثاني. طبعا إذا بغينا ننقل ملفات من الآيفون إلى الآيفون يجب أن يكون الآيفون الثاني موجود فيه البرنامج، لكن إذا تكلمنا عن الأجهزة الثانية لا ما في داعي. الحين بنروح إلى المتصفح في الكمبيوتر، تطبيقات بالعنوان بنضغط على F6 طبعا عشان نوصل إلى شريط العنوان على حسب متصفح الضغط تستخدمه مثلا في الكمبيوتر أو في الأندرويد. الحين بنكتب الرمز هذا HTTP 192.168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 
من خلال الفويس اوفر. اشرطة المائلة. يعني يتم عادي يتهجم ما مشكلة. انا خلاص حفظت الرمز يعني من كثر ما استخدمته. فبكتبه. نقطتين قاطعة 1 9 2 1 5 6 8 8 1 3 9 8 وانتر 1 9 2 1 6 8. طبعا بعد ما ضغط انتر جتني رسالة في منتصف الشاشة في الايفون. Permission. يتعذر. Permission. Permission. Windows. 192. قال ويندوز واعطاني الاي بي ماله. يعني انه هو يرغب في الاتصال بالايفون. Allow. Allow. Deny. Deny. Allow للقبول والديناي للرفض. Allow. اضغط Allow. Allow. خلاص. Search. كذا تم التوصيل. Send to wife. فالحين بنزل بالسهم في الكمبيوتر. Drop here. اسمي تعبير. Choose and 2x choose. اضغط على هذا الزر او على هذا الرسم التعبيري. اضغط عليه. Open محاورة file. ارجع بالشفت التاب. طبعا الحين تجيني صفحة الاستعراض المعروف. ارجع بالشفت التاب مرتين. الحين اتحرك اختار الملف عادي. ريثاء. هذا مثلا الملف اسمه ريثاء. ملف صوتي. ضغط عليه وانتقل مباشرة إلى الكيب. سيرش سيرش رثاء 400 700. هذا هو الملف. اضغط عليه. رثاء دان زر دان بلاي
زر بلاي اثنان مسافة ميديا تايم لاين شير زر إذا ضغطت على بلاي بيشتغل الملف ميديا بلاي زر بلاي قدم بعينيك أم بالعين عوار اثنان مسافة ميديا اثنان مسافة منت طبعا لما ضغطت على الدقيقة مباشرة سكت. الحين بإمكاننا نقل هذا الملف إلى مختلف البرامج في الآيفون. هنالك زر اسمه play. زر play. Play. Share. Share. إذا ضغط عليه Share. بيفتح كل زر. البرامج الإير دروب Message. يتعذر النطق إهمال ميل Agenote. WhatsApp. WhatsApp. Drive. Drive. Copy to Veloco. Veloco. WeFo Pro. WeFo Pro. Dropbox. Dropbox. Copy to HTML Editor. زر قابل لي. Copy to Drive. زر قابل لي. Copy to Shared. Copy to Shared. Import with audio to video. زر قابل لتحريك. Audio to video. Import with TeamViewer. كل البرامج اللي عندك تظهر. Cancel. زر. وهنا عندنا الكنسل. More. Add to iCloud. More. Import with WhatsApp. يتعد. Cancel. زر. More. Add. More. Cancel. زر. أضغط كنسل. Cancel. أسفل. Done. زر. Done. Done. طبعا هذا الملف موجود في قائمة البرنامج. فكيف نحذف الملف؟ تم الاختيار. رفاء. أربعة علي. نقف على البرنامج على الملف ونسحب سحبة واحدة. ما بينطق شيء هو. بنسحب بعد ما نسحب نضغط ضغطتين ويتم الحذف خلاص. حقل البحث. كذا تم الحذف بنجاح. الحين كيف ننقل ملفات من الآيفون إلى الجهاز إلى الكمبيوتر مثلا؟ نروح الواتساب مثلا. عشرة عناصر تشغيل زر. الرحمن إيقاف مؤقت. هذا مقطع في الواتساب. أسوي له مشاركة طبيعي. مشاركة. 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 تنبيه. إلغاء. مشاركة. زر. وضغط مشاركة ثانية. تحويل. تحويل. مشاركة. مشاركة. طبعا أول ما ثبت البرنامج ما يظهر في قائمة المشاركة. فوش بنسوي؟ إلغاء. أضافي. زر. هنا عندنا إضافي اثنين. بنضغط على الإضافي الأول. تحويل واحد. أضافي. اللي زر. بعد التحويل نضغط عليه. ونختار ونحط على البرنامج ويفو برو نحط تشغيل إذا وجدنا إيقاف بعدين نضغط على تم وبيظهر معنا في قائمة المشاركة. نبحث على البرنامج الحين ويفو برو زر ويفو برو هذا هو موجود. تم الوقت. Enter one of the addresses on a web browser of the other device. HTTP HTTP 192 أعطاني 168 نقطة 1 نقطة 38 80 80 أعطانا رقم كذلك نكتبه في المتصفح. طبعا لازم يكون الايفون لازم تكون شاشة الايفون مفتوحة طالما نحن ننقل الملفات. نكتب الرمز هذا في المتصفح في اي متصفح. الف العد الانجيلك اتش تي بي نقطتين قاطعة واحد تسعة نقطة نقطة واحد ثم ست ثمانية ثمانية وستون واحد ثلاثة تسعة شاشة معتمة تسعة تسعة ثمانية password is off زر ثمانية نقطة ثمانية صفر ثمانية نقطة تنصيص نقطتين فوقيتين ثمانية صفر ثمانية صفر هذا الملف واحد تسعة ضغط عليه. طبعا الحين don't lock your device and don't close the WiFi share extension until your downloads are completed. يقول don't close the your iPhone ويقول لي كذلك ما تغلق الشاشة هذه. Password is off. زر. طبعا في زر finish ما تضغط عليه لغاية ما تخلص نقل الملف. Enter one of the الحين اتحرك تاب. Download zip file. Download zip file. يقول لي هل تريد تحميل أو نقل الملف هذا كملف مضغوط؟ وتاب ثانية. Download. Download عاديا من دون يعني تنقل الملف الأصلي من دون ضغط. نضغط عليه الداونلود او الداونلود زي فايل كله واحد على حسب اختيارك. بنضغط داونلود. انا بضغط داونلود. معلومات ملف بتجيني نافذة التحميل. بدا التحميل. محاورة نقاط البداية عندي طبعا هو علق شوية. محاورة نقاط تم التحميل هذا هو. فتح الحمد لله
طبعا هذا هو الملف. عملية التنزيل عملية عادية جدا، داونلود وعلى حسب مدير التحميلات عندك. بعد ما تخلص الملف الملاحظات صوت فينش، ضغط فينش وخلاص زائد يرجعنا الى الرجوع. الى الواتساب طبعا هو، والطريقه طبعا شغاله على كل البرامج ما شرط على الواتساب فقط. مثلا ضرب مثال على الواتساب يعني لانه هو اكثر استخداما يعني للقاء المقاطع وهذا. طبعا البرنامج هذا كل ما فيه مثل ما شفتوا برنامج رائع، يعتمد على الواي فاي وسرعة يعني سريع من ناحية النقل. طبعا رمز الاي بي يختلف بين جهاز واخر، عليك نقل الرمز مثل ما هو مكتوب عندكم بالنقاط والعلامة يعني كامل تنقلوه مع البروتوكول ماله، يعني تنقلوه يعني تنقلوك بأكمله من بداية ال HTTP نقطتين شرطة مائلة شرطة مائلة إلى نهاية الرقم، أو إنكم تنقلوا ال IP الثاني اللي هو HTTP نقطتين قاطعة اسم الآيفون مثلا، يقول لك أحيانا يكون اسمه آيفون أو سليمان آيفون على حسب اللي مسمين. مكتوب كذلك حق رمزين اي بي، رمز بالارقام ورمز بالحروف، بامكانكم اختيار اي واحد وكتابته. هذا كل ما في الشرح، اتمنى انكم تكونوا استفدتم منه. تقبلت تحياتي اخوكم سليمان القسيمي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.